شكرا للزميلة رشا على هذا التقرير. ويعني نتحدث عن الفنان الراحل والنحات الشهير والمعروف وهو هوية ورمز للعراق محمد غني حكمت، ونتحدث مع ابنته أيضا هاجر محمد غني حكمت. نتحدث طبعا عن سيرته الذاتية من خلال هذا المعرض. لقد كان قدري أن أكون نحاتا في بلد مثل العراق، يعني من كلمات النحات محمد غني حكمت التي عرضت في معرضه الاستعادي على قاعة جاليري في بغداد. للحديث طبعا عنه أكثر معنا من بغداد ابنة الفنان الوحيدة مصممة المجوهرات الفريدة كمنحوتات والدها السيدة هاجر محمد غني حكمت. أهلا وسهلا بك سيدة هاجر، يعني حقيقة سعيدين جدا أنه يعني تكونين معنا هذه الجمعة للحديث أكثر طبعا عن الوالد وعن هذا المعرض النادر والفريد طبعا لنحات المدينة السيد محمد غني حكمت، وفيه الكثير من مقتنياته وأدواته الخاصة في النحات. حدثينا أنت أكثر. أهلا وسهلا بكم، والله إحنا سعداء جدا بإقامة هذا المعرض. هذا المعرض هو معرض استعادي للوالد بكل مقتنياته تقريبا وأعماله منذ الخمسينات إلى وفاته 2011. يعني قدرنا نجمع طبعا بمجهود من أخي، ويعني أنه جمعنا كل الأعمال اللي نقدر نجمعها ونعرضها حتى ترى النور. وأيضا يعني من أجل بغداد، أنه لأن الوالد كان جدا يعني يحب بلده ويحب حضارة العراق، وكل أعماله اللي موجودة بالشارع هي قريبة من الناس، تتحدث عن تاريخهم، تتحدث عن حضارة العراق. فإحنا جدا سعداء بإقامة هذا المعرض. نعم، طيب هناك معروضات طبعا تعرض لأول مرة مثل أزاميل النحت والدفاتر والتخطيطات، يعني حدثينا أكثر عن هذه المعروضات وكيف طبعا استقبلها يعني رواد المعرض. حطينا أدوات النحت الشخصية، نعم، حتى مناظرة، ملابسة، يعني حلو للجيل الجديد أو الفنانين الشباب حتى يشوفون أنه هذه الأدوات هي اللي صنعت هاي الأعمال العظيمة اللي بالعراق، يعني مثل بغداد، تمثال بغداد، شهريار وشهرزاد، كهرمانة. فيعني حتى يكون عندهم ربط بين العمل وكيف أنت تصنع هاي الأعمال العظيمة، حتى من أدوات بسيطة ممكن تصنع شيء عظيم. طيب يعني بالنسبة لرواد المعرض طبعا، يعني كيف تلمستي خصوصا الجيل الجديد، ما الذي يعني محمد غني حكمت لهم وهم يرون هذه التماثيل والمعالم المهمة في بغداد له؟ كان رواد المعرض يعني بين طبعا أصدقاء إلى شخصيين لحد الآن أو طلابة وأيضا محبين، بس بالنسبة للشباب يعني حلو أنه يتعرفون، لأنه يعني صار انقطاع كبير بالحركة الفنية والثقافية هاي الفترة طبعا كلها، فحتى يتعرفون من جديد، أنه يشوفون أنه ممكن أنت مثلا تنشد وتحب بلدك وممكن أنت تصير فتشي بالمستقبل أيضا يعني. فكان حلو والله، شباب يعني يجون، اللي يقول لي أنا جاي من الديالة، واللي يقول لي أنا جاني من كربلاء، واحد جاي من الأنبار. فكان شيء عظيم صراحة أنه تشوفين لحد الآن أكو شباب يحبون الفن ومتعطشين الثقافة، وأكو تقدير، يعني واحد ما يتخيل أي درجة أنه كان أكو هالمحبة الكبيرة. ما شاء الله هاي صار يعني تقريبا 5 أيام وكل يوم في زخم كبير من الناس يجون للمعرض. نعم. وإحنا جدا سعداء بهذا الشيء. أكيد يعني هو ملهم ومعلم لأجيال كثيرة، خصوصا الذين يعني أخذوا الفن طريقا لهم. سيدة هاجر، يقال طبعا أن البنت سر أبيها، الآن يعني نأتي إلى الحديث عن السيدة هاجر محمد غني حكمت مصممة المجوهرات المعروفة، والتي طبعا نرى في تصاميمها الفريدة روحا واضحة وامتداد إبداعي للوالد. كيف اخترت النحت على المجوهرات؟ والله يعني ما اختاريته، هو اللي اختارني. أنا شخصيا طبعا تربيت في عائلة فنية طبعا، ولكن كنت يعني دراستي وحتى بداية عملي بعيد جدا عن هذا الموضوع، ولكن بالصدفة يعني كنت أحب أسوي مشغولات شخصية إلي من الفضة من كنت صغيرة، وقررت أنه أختار هذا، يعني قلت خلي أجرب،
خلي أجرب، وجربت فعلا ببطء. بديت بالفضة أشياء بسيطة وتقبلها الناس وحبوها، واختاريت مواضيع لها علاقة بتاريخ العراق وتراثنا طبعا تأثرا بالوالد والوالدة، والحمد لله يعني صار إقبال كبير لأنه بها تفرد الأعمال وبها شخصية، وأيضا عرضت في المتحف البريطاني لأكثر من مرة في البريتش ميوزيوم في لندن، وهذا الشيء طبعا يشرفنا لأنه حطت في قسم العراق يعني، وأيضا إقبال عالمي، إقبال من الناس بصورة عامة، ولأنه تتحدث هي أعمالي أما عن تاريخنا تاريخ العراق، في بها أشياء من الكتابة المسمارية، بها رموز الآلهة، وأيضا بها تأثير كبير من أعمال الوالد طبعا. طيب يعني كيف كان الطريق لاحتراف فن التصميم على المعادن وتصميم الحلي والمجوهرات؟ والله كان بتجربة، بس مجرد هواية. حبيت أسوي شيء نفسي، وبعدين الناس اللي أعرفهم وصديقاتي اللي يقول لي سوي لي، واللي يقول لي يلا خلينا نجرب، فقلت خليني أغامر وأشوف. والحمد لله يعني كانت مغامرة جيدة نجحت. هو تعرفين ست يعني هاجر، نسأل عن حقيقة يعني، لأنه هذا المجال خصوصا في العراق يمكن تصميم الحلي والمجوهرات، وعندما يكون فيها طابع يعني يعكس التاريخ هو يعني قليل. إلى أي حد يعني هو في تحديات، في صعوبات، سوق يعني السوق اللي ممكن انه يروج في هذه الحلي، الى اي حد هو يعني سوق رائج، هناك زبائن، يعني كل هذه التفاصيل. هي الصعوبه في البدايه كانت انه لما تسوين شيء مختلف كانه سيف ذو حدين، انه تقدمين شغله جدا ما تشبه السوق واللي موجود، فتغامرين هل راح يحبوه هل ما راح يحبوه. طبعا يعني لان انا ارفض انه اسوي شيء موجود او يعني مستطرق، احاول اسوي شيء غريب. واني لما اطرح الشغله ما ادري راح تعجب الناس ما تعجب الناس، بس الحمد لله يعني اقول خلي اغامر. وفعلا يعني بالبدايه كان كل الصعب، لان اصلا انا ما عندي محل، ما عندي مكان في بغداد، بس شوي شوي كان بالبدايه عن طريق المعارض، كنت اشترك بمعارض ببغداد دائما، وانعرفت وانشهرت وقامت الناس تجيني يقولوا لي احنا جينا المعرض على مودك حتى نشوف شغلك، فهذا الشيء يسعدني. والان الحمد لله يعني اعمالي موجوده في محل في المنصور في مول بغداد في سويس جاليري، وايضا الاعمال الذهب، وايضا الاعمال الفضه ايضا موجوده في المنصور في بابلون مول في محل هيلي، ودا ادخل ايضا في لاين جديد اسوي اشياء رجاليه مثل محافظ وكارد هولدرز، واحب اتوسع بس خلينا نقول يواش يواش. طيب نرى الكثير من حقيقه ثيمات الحضاره العراقيه القديمه في هذه التصاميم، يعني كانك توثقين الهويه كما فعل الوالد، هل هذا الخط كان معتمدا منذ البدايه؟ والله لا، كان شغف بالبداية، حب لهاي الأشياء، بس لأن أنا يعني بالنسبة للوالد، هو الوالد يعني قدس حضارة العراق وتاريخها، والوالدة أيضا آثارية، فهذا التأثير علي يعني جزء مني مو بيدي. وطبعا لأنه أنا يعني أمشي على نهج الوالد، لأن نهجه عظيم الوالد طبعا، فأيضا أحاول أنه أدخل ثقافتنا، كأني أحاول أوصل معلومات للمقتني للشاب، حتى البنية مثلا ما تلبس بس مجرد تراتشي، لا تلبس شيء يرمز التاريخ حضارتها، وإحنا لازم نعتز بتاريخنا، لأنه تاريخ العراق يعني هو تاريخ البشرية، الحضارة بدأت من عندنا إحنا، يعني تاريخنا هو ملك لكل العالم. فأحاول أنه أقدم ولو معلومات بسيطة يعني عن حضارتنا من خلال الأعمال، يعني البنية ممكن تقتني تراتشي، محبس، قلادة، تبين هويتها، تبين شخصيتها، تبين هي من وين جاية، يعني من العراق، من بلاد ما بين النهرين. طيب يعني سيدة هاجر، أنت من عائلة فنية جدا يعني معروفة، وابنة السيد محمد غني حكمت، بالإضافة إلى هذا يعني الوالدة أيضا ذكرتي أنها آثارية،
أنت أيضا درستي الأدب الإنجليزي، كل هذه العوامل في يعني إذا وضعناها أو قرأناها وحللناها في صياغة هذه المجوهرات، هل حقيقة يعني صياغة المجوهرات تتطلب هذا الحس الفني العالي جدا لتكون أو لتؤسس لخط معروف عالمي؟ والله هو التميز يرى لتعب. يعني أنا حبيت أتميز بأفكار مختلفة، ولو كل المصممين المجوهرات يعني ما شاء الله عليهم فنانين وعندهم أشياء حلوة، بس أنا حبيت أنه أكون مختلفة، أقدم شيء يعني اللي يشوفه يصفن هذا شنو، شنو معناه. يعني كل شوية يسألوني لما ألبس شيء هذا شنو، شنو معناه، فيسعدني أنه أقعد أشرح كل موضوع بقصة، كل حلي فيها قصة، بين يعني اللي أقولهم هذا ترى من تاريخنا، هذه من حضارتنا، هذا رمز من رموز الآلهة، هذه كلمة يعني أنا لابسة تراتشي واحدة دجلة واحدة فرات تكين يعني، فكلش يعني يسألوني شنو هذه، فأنا يعني أكون سعيدة لما أشرح. وكل المقتنيات اللي يختلوها من عندي عادة فيها كارت بها شرح، يعني مثلا هذا الخاتم هذا بقصيدة لأول شاعرة في البشرية كانت تكتب شعر وحطت اسمها، يعني كانت تكتب القصيدة وبنهاية القصيدة كانت تحط اسمها توقعها، فهذا يعني شيء عظيم، يعني احنا لازم نكون فخورين بما انتجته حضارتنا للبشرية. فهذا هو التميز، يعني يمكن الانسان لازم يتعب شوية، مو بس يصمم شيء حلو، يقرأ عنه، يبحث عنه حتى يقدمه. يعني كأنها حكاية التاريخ في هذه المجوهرات. يعني عندنا فضول أكثر السيدة هاجر أنه نعرف على شنو تركزين، شلون يعني تختارين الأحجار، أو شلون مثلا تركزين أثناء الصياغة، شلون تختارين القصة اللي راح تطلع على شكل مجوهرات سواء كانت تراتشي أو حلق أو أي شيء آخر.